السلام عليكم. المادة المتبقية من مادة الرقابة وتقييم الأداء لطلاب التعليم المفتوح في المستوى الرابع، اللي عايزين نقوله إيه هي عمليات تقييم الأداء؟ هي مكونة من 3 عمليات: أولا القياس الفعلي للأداء، وبعدين نحدد المستوى الفعلي، يعني التقدير اللي حصل بالفعل في ضوء المعايير اللي أخدناها، وبعد كده نحدد نقاط القوة والضعف في التقييم، يعني نقيم التقييم. في مفهوم تقييم الأداء عبارة عن إن إحنا نقيس فعلي ونقارنه بالمعايير المسبقة اللي إحنا حددناها ثم نحسن. أهمية تقييم الأداء متمثلة في 4 حاجات. أول حاجة نحدد أهداف الإدارة، اللي هي الهدف طبعا عارفين ان هو اختصار لكلمة سمارت، اللي هي سبيسيفيك محدد، والام ميجربل يعني قابل للقياس، والاي تعتبر اجريد ابون يعني متفق على اهميتها، والار عبارة عن انه تقييم او اهداف حقيقية رياليتي، والتي ان في بتعمل في الوقت المناسب. دول الـ5 عناصر بتوع اي هدف. الاول تحدد الاداره الاهداف، رقم 2 بتسجل النتائج الفعليه. في ضوء النتائج الفعليه كده ومقارنتها بالاهداف، يبقى الخطوه الثالثه تيجي تطوير الاداء. واخر حاجه في اهميه تقييم الاداء هي تحديد العوامل اللي بتاثر في الاداء. ده في مرحله تقييم اللي احنا عملناه. بعد كده بقى لازم نبقى عارفين بعض التعبيرات اللي ليها أهمية خاصة، زي مثلا تعبير الاتساق. الاتساق معناه إن التقييم منسجم مع أهداف المنشأة، يعني أهدافها إن هي تبقى المنافس الأول في السوق، يبقى التقييم شديد قوي عشان تطلع الناس على كفاءة عالية. تاني تعبير الصلاحية، معناه إن مقاييس وأبعاد ومعايير كلها دي بتؤدي لضمان عدم فساد التقييم، بمعنى إن المعايير اللي أنا استخدمتها في تقييم أداء العاملين كلها صالحة لظروف المنشأة. التعبير الثالث القبول، أي إن لازم التقييم بيكون مقبول من كل من اللي بيقيمه وكل من اللي بنقوم بتقييمهم، يعني الإدارة والعاملين. العاملين والإدارة يكونوا راضيين عن نظام التقييم ومعترفين بأن ده عادل. التعبير الأخير هو تعبير التحديد، يعني لازم تكون المعايير المستخدمة ما هياش وصفية، ولكن يبقى معظمها كمي. ده معنى التعبير. نيجي بقى بعد كده لمفهوم تقييم الأداء المتوازن. تقييم الأداء المتوازن هو عبارة عن نظام للإدارة لتنفيذ الاستراتيجيات وتحديد الإجراءات. بيركز بقى على 4 جوانب. الجانب الأول الجانب المالي، بمعنى إن محتاجين كام علشان نقوم بعملية تقييم الأداء المتوازن. الحاجة التانية، إيه هي العمليات اللي هيقوم بتقييمها الأداء المتوازن؟ العمليات الداخلية. العمليات الداخلية بمعنى العمليات اللي بيقوم بها الأقسام والإدارات داخل المنشأة. العنصر الجانب الثالث التعليم والنمو الذاتي، بمعنى إن هل الخبرة بتاعت العاملين بتزداد بمرور الوقت، يعني في نمو ذاتي في خبرتهم وتعلمهم، ولا هم محتاجين تدريب إضافي. وآخر جانب من الجوانب هي العملاء، يعني هل العملاء ازاي نهتم بيهم وازاي نجذبهم ونخليهم يفضلونا عن المنافسين بتوعنا. يعني معنى كده ان التوازن، الاداء المتوازن ده عبارة عن الجانب المالي وغير المالي في الاداء، الجانب اللي عايز فلوس واللي له علاقة بالعنصر الانساني. في بقى تعبيرات يجب ان احنا نبقى عارفينها كويس في عملية تقييم الاداء المتوازن. أول حاجة تعبير اسمه تحسين الموظف. يعني إيه تحسين الموظف؟ هي أصعب عملية هو تحسين الموظف، أصعب عملية في تقييم الأداء المتوازن.
لأن الموظف هو أهم عنصر من عناصر الإنتاج. فعشان كده أساليبه بقى تحسين الموظف، أولا نركز على نقاط القوة عنده، بمعنى إن إحنا ما نفكروش بس بعيوبه، لأ، ونقول له كمان مدح كده في العناصر القوة اللي عنده والمواهب وهو الأخير ونشجعها. الحاجة التانية بنركز على اللي بيرغبه الشخص، يعني مش نحطه في مكان هو مش بيحب يشتغل بنوعية الشغل ده، ولكن قدر الإمكان يجب أن أنا أضع الشخص في مكان في شغل هو بيميل إليه، سواء كان يحتاج إلى دقة أو يحتاج إلى قوة أو يحتاج إلى صبر. الحاجة التالتة أن نربط العمل، عمل الموظف بأهدافه الشخصية، يعني مثلا نحطه في مكان يجيب إيراد أكتر، أو نحطه في مكان علشان صحته لأنه تعبان شوية، نحطه في مكان صحي، أو نحطه في مكان بيعمل علاقات اجتماعية لأنه هو ودود مع الناس. دي الثلاث حاجات اللي تحسن الموظف. بالنسبة للتعبير الثاني، تحسين الوظيفة، يعني تكون الوظيفة متدنية إذا كانت مملة وصعبة. لو كانت مملة أو صعبة هتبقى بالنسبة للموظف هي مش عاجباه. إزاي بقى نحسن الوظيفة؟ بنحدد المهام الملائمة للموظف زي ما قلنا قبل كده، نشوف هو بيحب إيه أو نقرب من الحاجات أو الجوانب اللي بيحبها في الوظائف. الحاجة التانية، نصمم الوظيفة نتيجة تحليل الوظائف، بمعنى إن إحنا نعرف كل وظيفة محتاجة جهد جسماني قد إيه وجهد عقلي قد إيه وقدرة على تحمل المسؤولية إلى آخره. وبكل الكلام ده علشان نخلي نطاق الوظيفة سري، بمعنى إن الشخص يحسش بالملل وبالتالي يؤدي أكتر. الأسلوب الثالث في تحسين الوظيفة تبادل الوظائف، أو اللي بيقولوا عليها روتيشن. الروتيشن دي معناها ان مفيش موظف يقعد يشتغل لمدة 30 سنة في نفس مكتبه بنفس وظيفته، حتى لو رقناه اداريا في الوظيفة ما ينفعش، لابد من التغيير. لازم كل موظف يعمل روتيشن، يعني يلف على عدد من الوظائف في نفس نطاق تخصصه، على اساس ان هو ينوع خبراته. التعبير الثالث اللي احنا عايزين نعرفه غير تحسين الموظف وتحسين الوظيفة، تحسين الموقف. تحسين الموقف يعني ايه؟ يعني نخطط مكان العمل يكون بيوفر الوقت والانسياب عشان نضمن ان الشخص بيقدر يشتغل بحرية، وفي نفس الوقت ما بيبقاش عرضة لانه يصاب باي نوع من الاصابة. وبيقولوا في هذا المجال ان لو واحد كان قاعد على مكتب لابد أن يكون إيده تستطيع أن تصل إلى كل شيء اللي على مكتبه وبدون عوائق، لكن أنا لو حطيت على مكتبه عوائق هيبقى عرضة أن كل شيء يقع في الأرض أو يتكسر أو إلى آخره، أو هو يحس بأنه مخنوق. الحاجة التانية أن احنا نعيد تنظيم جماعة العمل عشان نحدد لكل شخص يتصل برئيسه ومرؤوسيه إزاي وزمايله. فنقول له لما تعمل شيء ابقى اتصل برئيسك، لما يكون عايز تعاون اتصل بزميلك، اي زميل فيهم نحدد له الزميل او الزملاء اللي ممكن يتصل بيهم، ونحدد لكل شخص مسؤول مسؤولياته ايه في حسب مستواه الاداري. وشكرا.